مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة المحور، أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج الطبيب. حلقتنا النهاردة هتهم كل ست في كل المراحل العمرية، كبيرة صغيرة، لكن دايما الست بتشوف ان جمال جسمها وجمالها بيبتدي من ثديها، بس نتيجة للمراحل العمرية اللي بتمر بيها في عمرها كله بيأثر ده على جمالها. يعني مثلا أيام الحمل بتحس ان ثديها كبر وحصل فيه ترهل، بعد الولادة صغر وحصل فيه تهدل، بعد انقطاع الدورة الشهرية بيرجع يضمر تاني ويحصل فيه تهدل أكبر. النهاردة بقى هنتكلم عن إعادة جمال ثدي المرأة تاني، والعمليات الجراحية اللي دخلت المجال ده بتعيد للست جمالها ورونقها من أول وجديد. بس اسمحوني الأول أرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، أستاذ دكتور أحمد الشحات، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك دكتور. في البداية عايزين نعرف مين هي الستات اللي بتلجأ لجراحات تجميل الثدي؟ زي ما انت قلت كده، قدمتي في بداية البرنامج ان جميع الأعمار السنية من أول البلوغ لغاية السن المتقدم كل دول بيلجأوا، لو في مشاكل في الثدي بيلجأوا لجراح التجميل ان هو يصلح اي مشاكل في الثدي. فلو هنبتدي من بعد البلوغ مباشرة، بعض البنات وهم لسه في سن 14-15 سنة بيبقى عندهم تضخم كتير جدا في حجم الثدي بطريقة غير طبيعية. يعني احنا ما بنتكلمش على الطبيعي، لا احنا بنتكلم على نمو زيادة عن الطبيعي، فده بتعمل لهم احراج بالنسبة لهم، فبالتالي بيحتاج ان هو يصغر الحجم الكبير ده. برضو من ضمن الحاجات اللي بتحصل في السن ده ان ممكن الاقي حصل نمو في ناحية والناحية التانية اتأخر فيها النمو شوية او ما نماش لأي سبب من الاسباب، عيب خلقي او لخبطة في الهرمونات او كده، وارد ان يحصل الكلام دوت. يجي مرحلة بعد كده اللي هو لما تكبر شوية، ممكن بنت خلاص داخلة على جواز وتلاقي تقريبا حجم الثدي مش موجود. هو ربنا خلق جسم المرأة الثدي كبير ويبقى حجمه كويس بالنسبة لجسمها، لو هي حجمها صغير ممكن يبقى متناسق معاها، لو حجمها كبير يبقى متناسق مع الكبر اللي هي فيه برضو. فلو هي في حاجة خرجت بره الإطار دوت، يعني الحجم صغير قوي يحتاج تكبير. ساعة الحمل بيكبر الثدي عشان بيتملي الغدد اللبنية بتملى والقنوات اللبنية بتتضخم، يبتدي حجم الثدي يكبر. وبعد الولادة تبتدي ممكن يروح قدامنا حاجة من الاثنين، لإما يفضل كبير بس تهدل، أو يصغر ويتهدل، أو يفضل زي ما هو. يعني احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم على الغير طبيعي. ممكن في الطبيعي ان هو يفضل زي ما هو مع شوية تهدل خفيف ماشي الحال، لكن بنتكلم على الحاجة بقى التهدل يبقى واضح سواء كبر أو صغر. بعد برضو اللي هو انقطاع الطمس برضو نفس الكلام، ممكن يحصل ضمور في الثدي فيبتدي يحصل تهدل ويفضل. فاحنا بنتكلم في جميع الأعمار تقريبا، كل حاجة كل عمر ليه شكوى معينة. دكتور طيب، هو ممكن يكون الثدي لا عايز يكبر ولا عايز يصغر بس متهدل أو مترهل، ممكن يتعالج؟ طبعا، اللي هي عمليات شد للثدي بقى. يعني يبقى الحجم معقول، لكن الحلمة والهالة ساقطين شوية عن مكانهم. يعني المفروض ان هما لو احنا بنقول على الحز اللي تحت الثدي، المفروض ان الحلمة ما تنزلش والهالة ما ينزلوش عن الحز اللي تحت الثدي. مجرد ما ينزلوا عن الحز دوت كده في تهدل حصل. دي سهلة قوي ان احنا نرفع الحلمة والهالة للمكان الصح بتاعها ونعيد كل حاجة في مكانها الصحيح. طيب في حالة تكبير أو تصغير الثدي، هل العمليات دي فيها خطورة؟ فيها قلق؟ الست ممكن، يعني إيه اللي ممكن تطمن بيه الست علشان تقدم على عملية زي دي؟ هو ارتبط يعني عند بعض الناس العامة إن سواء تكبير أو تصغير أو أي لعب بمشرط في الثدي بيعمل أورام، وده معلومة غير صحيحة. على النقيض، يعني لو بنتكلم على التصغير، احنا الثدي بيبقى مليان غدد لبنيه وقنوات لبنيه وحجمه كبر مثلا او زي ما هو، بس ايه شكينا ان في مثلا جزء في الثدي مش كويس نقدر نشيله واحنا بنعمل تصغير مثلا، او ما شكيناش في حاجه بس
وعملنا تصغير لان هو حجمه كبير. ممكن تصادف ان الجزء اللي احنا شلناه ودي محض الصدفه يعني ان كان لا قدر الله كان ممكن يحصل فيه ورم، فاحنا لما بنصغر احنا بنقلل فرصه حدوث الورم مش بتزودها، لان احنا شلنا جزء كان وارد ان ممكن يحصل فيه ورم. بالنسبه للتكبير برضو الناس قلقانة من ان انا التكبير، طب انا هحط دعامه سيليكون، هل السيليكون ده هيعمل اورام او كده؟ طبعا اتعملت دراسات عنيفه جدا يعني قعدت سنين طويله يمكن 10 سنين او اكتر بيحاولوا الاف دي اي اللي هي منظمه الصحه والتغذيه العالميه في امريكا تحاول تشوف هل السيليكون ده بيزود الاورام او بيأثر فيها ولا لا. طلع لا، لدرجه ان هم في فتره من فترات استخدام جراحين التجميل للدعامات قلبوا من الدعامات اللي مليانه سيليكون للدعامات اللي مليانه محلول ملح. دي طبعا كان ليها مشاكل كبيره جدا لكن كانوا عشان يبقوا في الامان. منظمه الصحه بقى لما عملت الدراسات لقت لا السيليكون امن، وكمان الشركات حدثت السيليكون، يعني الناس كانت هي السيليكون في حد ذاته مش هو الخوف، هو الخوف ان هو يتسرب من الدعامه. كانت الناس خايفه من كده، وطبعا الكلام دوت مش يعني مظبوط، مش مظبوط قوي. الشركات عشان تطمن الناس عملت السيليكون حتى لو الجدار بتاعة الدعامة اتشقق السيليكون ما يتحركش من مكانه. حاجة اسمها كوهيسيف، كوهيسيف زي ما يكون جزيئات السيليكون مترابطة زي المغناطيس كده ماسكة في بعضها مش راضية تسيب بعضها، فحتى لو حصل تشقق في الجدار ما يتحركش السيليكون من مكانه. ده بيفيدنا في حاجتين، أولا هيحافظ على الدعامه تفضل محافظه على شكلها، ما يجيش ان مثلا حصل تشقق ولا حاجه، ده بنتكلم مثلا على المدى الطويل بعد 20 سنه بعد 30 سنه قدر الله حصل تشقق ولا حاجه مش هيغير الشكل اللي احنا عاملينه. في نفس الوقت ما يتسربش السيليكون في اي حته وتخوفنا ان ده مثلا هيكون ليه تاثير ضار بالجسم، في حين ان هم قالوا ان هو ملهوش تاثير ضار لكن زياده امان، لان يعني طبعا الحاجات دي محتاجه نسبه امان عاليه عشان الناس تقبل عليها، بالذات للناس اللي محتاجاها فعليا. يعني لو واحده بنت داخله على جواز وصدرها فاضي خالص طبعا ده مش ده الشكل بتاع البنت اللي هي اي بنت هتبقى راضيه عن نفسها يعني فيه. احنا قلنا ان شكل الانثى اصلا بيبتدي جمالها من جمال ثديها، وهو ربنا عمل ده الفرق بين الراجل والست. طيب دكتور، كمان سمعنا برضو كتير قوي على ان العمليات دي بتاثر على الرضاعه، وبقى الغدد اللبنيه بتلعب فيها ما بتعرفش ترضع بعد كده، او بيبقى عندها مشكله في ان هي تحمل طبيعي وترضع وتعيش كأم طبيعيه. ايه مدى صحه الكلام ده من عدم؟ الكلام ده برضو نسبه كبيره يعني مش عايز اقول ان هو غلط تماما، بس اللي بيعمل العمليه بطريقه صحيحه هو عارف ان هو مش هيعمل كده خالص. ليه بقى؟ في فترة من الفترات كان لما يكون الثدي كبير قوي وعايز الجراح يملى ينقل الحلمة والهالة من مكان اللي تحت اللي هو اللي وقعت فيه للمكان الصح بتاعه، كان بيبقى مش عارف يحافظ على الدورة الدموية بتاعتها، فكان يفصلها خالص ويحطها زي ترقيع جلدي. تمام كده خلاص فصلها عن الغدد والقنوات اللبنية، كده يبقى ولا رضاعة هتحصل ولا إحساس هيبقى موجود في الحلمة والهالة. الكلام ده كله اتغير، ده الكلام ده بنتكلم في القرن اللي فات. ابتدت بقى الحاجات الجديدة اللي حصلت بقت نحافظ على الدورة الدموية بتاعة الحلمة والهالة وإحنا بننقلها، نحافظ على الأعصاب بتاعتها، وبالتالي الحلمة والهالة وصل لها الغدد اللبنية بتاعتها عن طريق القنوات اللبنية، وتقدر الست تقدر ترضع وتعمل وتبقى عندها إحساس في الحلمة وكل حاجة. طبعا لما هنصغر يعني عشان كده أنا قلت الكلام مش كله غلط وبتاع، لما هنصغر هنقلل عدد الغدد اللبنية شوية، يعني بدل ما يبقى مثلا عندنا 100 غدة لبنية بقى عندنا 60 غدة لبنية مثلا، ده مثلا. فطبعا هل ده يفرق؟ ما يفرقش، لان في الطبيعي بعض السيدات بيبقى عندهم لبن كتير اثناء الرضاعه، بعض السيدات عندهم اللبن قليل شويه، والستات كلها عارفه ازاي تكتر منسوب اللبن، فاللي قللناها من 100 بقت 60 هي عارفه انها في حاجات معينه بتاخدها تقدر تكتر بيها منسوب اللبن. يعني الموضوع نسبي مش كلي. الموضوع نسبي مش كلي. التكبير بقى بالنسبه للتكبير برضو في مفهوم غلط عند الناس ان دعامه السيليكون بتتحط جوه الثدي، وده معلومه غلط تماما. هي بتتحط لا اما خلف الثدي لا اما خلف العضله اللي ورا الثدي، يعني كمان بعيد خالص عن الثدي، يعني لا اما في ظهره
لا اما خلف العضله كمان اللي هو الثدي مسنود عليها، وبالتالي بعيده خالص عن الغدد اللبنيه وعن القنوات اللبنيه وعن كل حاجه الدعامه دي. حتى الترند الجديد اللي ابتدى يظهر في الاونه الاخيره اللي هو حقن الدهون، لما يكون واحده مليانه واقدر اخد دهون ذاتيه من جسمها من بطنها مثلا من اسفل البطن مثلا، ويبقى هي بنضرب عصفورين بحجر، هي عايزه تخس من تحت وصدرها فاضي من فوق، فاخد الدهون الذاتيه واروح احقنها. جميل. دي يعني احلال وتركيب. دي امنه مليون في الميه، لانها من الدهون الذاتيه، مفيش جسم غريب اتحط. برضه حتى الدهون العاديه ديت ما بحطهاش جوه الثدي، لا اما بحطها خلف الثدي، ما هو جراح التجميل هو متعود على طريق معين اللي كان بيحط فيه الدعامه، لما ابتدى الناس تحط الدهون بقى عارف هو الطريق دوت، هو برضه اللي بيحط فيه الدهون. ولو حب يزود عشان زي تاتشز كده زي تظبيط نهائي حاجه في منطقه في الثدي مش قادر يوصل لها من ورا الثدي، بيبقى تحت الجلد مش جوه الثدي، يعني مجرد يحط الدهون تحت الجلد مش جوه الثدي. جديد ده يا دكتور موضوع حقن الدهون، وشفته من مكان وحطه في مكان تاني، ايه كمان وسائل الجديده اللي دخلت المجال ده؟ هو تصغير الثدي وتكبيره مروا بمراحل كتير قوي. يعني مثلا لو هتكلم على التصغير، كان زمان زي ما قلت في الاول كان ممكن ما يعرفش ينقل الحلمه والهاله بالدوره الدمويه بتاعتها والاحساس بتاعها، فكان يشيلها ويحطها في المكان الكلام ده خلاص اتلغى تماما، يعني لو حد عمل كده دلوقتي يبقى عمل حاجه مش مظبوطه. الحاجه الثانيه ان هو كان بيعتمد على ان الجلد هو اللي يحمل الثدي، يعني اكن الجلد هو البرا اللي شايله الثدي، فكان ده بيعمل شد على الجلد يخلي الجرح في الاخر يطلع شكله مش حلو، لان بقى التحميل على الجلد، فمع تقل الثدي على جلد عمال يشد فيه يخلي التئام الجرح مش حلو. الكلام ده كله اتلغى برضو، بقى النظام الجديد ان انا بحمل الغده على نفسها زي ما يكون بعيد بناء الثدي بالشكل الكون بتاعه المخروطي بتاعه كده منه نفسه من قبل ما المس الجلد، يعني يبقى هو ماسك نفسه بنفسه من غير الجلد. حتى كمان شكل جمالي عشان يبقى شكله طبيعي، عشان برضه يبقى مطمئن ان انا عامل الشكل من قبل ما اقفل الجلد حتى. ولما اقفل الجلد يبقى الجلد ما عليهوش اي شد خالص، وبالتالي الالتئام الجرحي يتم بطريقه لذيذه وما تسيبش اي علامات تقريبا. طب دكتور، يعني كمريض بقى عايز اعرف العمليه دي بتتم ازاي، مراحلها ازاي، هتبتدي منين وتخلص ازاي وفين وامتى؟ مراحلها هو طبعا زي هي عمليه جراحيه لازم نتفق انها عمليه جراحيه، وبالتالي زي اي عمليه جراحيه لازم تحاليل طبيه، اللي هو عشان انا هاخد بنج وعاده ده هيبقى بنج كلي. بعض الناس بتعمل بالذات اللي هي العمليات الصغيره اللي هي زي التكبير عشان بيبقى الشغل اللي فيها اقل شويه من التصغير، ممكن تعملها بنج موضعي مع مهدئ. دكتور التخدير لازم يبقى موجود برضه، يعني مش معنى ان احنا هنعملها بنج موضعي ان انا اشتغل من غير دكتور تخدير، لا لازم دكتور التخدير يبقى موجود لان هو بيتابع العلامات الحيويه بتاعت الجسم اثناء الجراحه. فممكن اعملها بنج موضعي لو حد مصمم ياخد بنج موضعي مش كلي، لكن في جميع الاحوال دلوقتي مع التقدم في كل مجالات الطب بقى التخدير بقى بنسبه كبيره امن، وبالتالي ما تفرقش كتير، يعني نقدر نطمن المريضه ان التخدير الكلي مش هيعمل مشاكل، وبس في حاله ان هي عامله تحاليلها مظبوط ومتابعينها كويس وعارفين انها بتشتكي من مرض معين ولا ما بتشتكيش، واخده ادويه ولا ما بتاخدش، صايمه الوقت الكافي للصيام قبل العمليه، كل الحاجات ديت بتبقى تجهيز كامل زي تجهيز اي عمليه تانية. في بعض الاعمار زي فوق ال 40 او فوق ال 50 ممكن امن الدنيا زياده، اعمل امان زياده ان انا اعمل اشعه اللي هي ماموجرافي، اشعه كده عاديه على الثدي تطمني ان الثدي اساسا من كبادئ بادئ زي بادئ كده هو ما فيهوش اي اورام لا قدر الله او اي حاجه، ودي بتبقى زي ما يكون زي اثبات مع المريضه ان انا كنت زي الفل اهوت ما عنديش حاجه. ولو شاكين زياده ممكن الجزء اللي انا هشيله في التصغير ده اروح ابعته المعمل يتحلل. التصغير برسم اول حاجه بوقف العيانه وقفه سليمه ما تبقاش مايله يمين او شمال، لان انا في الاخر مع ان الطبيعي ان يبقى في فرق بسيط بين الثديين، لكن انا لما هاجي اعمل عمليه العيانه مش هتقبل ان يبقى في فرق بين الثديين، العيانه عايزه يبقى الاثنين زي بعض بالظبط. وبالتالي بعمل تخطيط ورسومات معينه وهي العيانه واقفه في وضع مستقيم، مفيش انحراف على اي جنب، مفيش كتف مثلا نازل عن الكتف الثاني او كده، وبرسم رسم دقيق جدا بالمقاسات، يعني كل حاجه بتبقى متقاسه بالسنتي.
والرسم اللي انا هرسمه قبل العمليه هو ده اللي انا همشي عليه جوه العمليه. يعني ما ينفعش مثلا ايه انا بقى دكتور مشغول بقى وكده اروح داخل على على العمليات بعد ما العيانه تاخد تخدير، ما ينفعش. لان الرسمه والتظبيط المقاسات والحاجات دي اللي انا هعملها جوه قبل العمليه هي دي اللي همشي عليها جوه العمليه. طبعا بيبقى عين جراح التجميل ليها عامل كبير جدا جوه العمليات ديت. يعني انا ممكن بعد كل الرسم اللي انا رسمته في اخر حاجه وانا بقفل العمليه الاقي مثلا ايه، لا انا في فرق عايز اظبطه شويه او كده. دي بقى المهاره بتاعت جراح التجميل، ان هو يعني موضوع مش موضوع بس ايه شغل اقطع وخيط وكده، لا جراح التجميل طول ما هو شغال عينيه عماله تلاحظ اي اختلافات اي حاجه تظبيط، وده اللي بيفرق جراح تجميل عن التاني، ده اللي بيفرق الخبره. يعني بعض التخصصات التانية ممكن يقول لك هو جراح تجميل بيعمل ايه، طب ما اعمل زيه وخلاص. لا، هي الموضوع مش كده، الموضوع مقاسات ونظرة العين. العين على فكرة ساعات بتلقط فرق ما تلقطوش المقاسات. حتى الكاميرا ساعات لما برضو باخد صور قبل العملية وصور بعد العملية عشان العيانة لو عايزة تشوف الفرق بين قبل وبعد، الكاميرا نفسها ممكن تلقط حاجة ما لقطتهاش العين المجردة، والعين المجردة تلقط حاجة ما لقطهاش المقاسات. يعني كل حاجة ليها جزء من الشغل أو دور مهم في العملية. دكتور التجميل فنان ومهندس حسابات وقياسات هو تقدر تقولي كده، لأن حتى في مش في عمليات الجمال بس، حتى في عمليات إعادة البناء لما يكون مثلا عايزين نعمل إعادة بناء الثدي، ما هو إعادة بناء الثدي دوت مثلا لا قدر الله واحدة حصل استئصال للثدي وأنا عايز أعمل إعادة بناء، أنا بنقل جلد وأنقل عضلات مثلا، أو إن أنا أحط، ما هو أنا ده كله تخيل 3 دايمنشنال زي ثلاثي الأبعاد. أنا الحجم اللي هنا قد إيه؟ عايز أنقل قد إيه؟ طب أنا لما هنقل لو مثلا العضلة والجلد اللي عليها دوت منقول من الظهر إزاي أنقلهم وفي الآخر يدوني الشكل اللي أنا عايزه، يدي الشكل الدائري اللي زي الثدي التاني. الطبيعي ان في الثدي ان هو يكون فيه شويه جزء تحتاني يبقى مخبي الحز اللي تحت الثدي ما يبقاش مرفوع، فبرضه بحط حساباتي ان انا لما اجي اعمل اعاده بناء يبقى برضه الميل الطبيعي اللي موجود في الثدي من تحت بحيث انه يبقى مخبي الحز اللي من تحت الثدي يبقى موجود زي الناحيه الثانيه. دي كلها زي ما انت قلتي كده حاجات هندسيه مع تخيل مع حاجات طبيه مع مقاسات مع كل حاجه يعني. وفي الاخر المهاره بتاعت الجراح هو اللي بتفرق جراح عن تاني. يعني هي هو كل الناس شغاله في المجال دوت، جراح كل جراحين تجميل شغالين، وفي بعض الاحوال بيبقى ناس غير جراحين التجميل برضو بيمدوا ايديهم في حاجات مش بتاعتهم. فاللي بيفرق في الاخر ان نظره جراح التجميل مختلفه عن نظره الاخرين لانه فنان. طيب دكتور، الضوابط بقى، هل كل الحالات اللي بتيجي لحضرتك ممكن تقوم باجراء العمليه دي، ولا في ناس ما ينفعش تعمل لهم العمليات دي؟ هو طبعا المريض بيبقى ليه شكوى والجراح بيبقى ليه نظره. جراح التجميل ليه نظره، يعني انا ممكن يجي لي عيان مثلا عيانه عايز تعمل تكبير للثدي، تمام، وانا من الاقي الثدي بتاعها متناسق مع جسمها، يعني الموضوع دوت هي واخداه بطريقه مش مظبوطه، يعني ما حسبتش حساباتها مظبوط، ده طبعا اقول لها ان دوت مثلا الحجم، لا ده حجم مناسب. يعني هي الموضوع مش موضوع ان اي عيان هيجي لازم يعمل عمليه، لا، ما انا من ضمن المطلوب من جراح التجميل انه يبقى زمان كان الطبيب يقولوا عليه الحكيم، عنده حكمه ان يوجه العيان، ولو احنا اتنين تلاقينا على حاجه معينه بيبقى خلاص ده احسن وضع، لان التلاقي على وضع معين بيخلينا في الاخر انا ابقى مبسوط في الاخر بعد العمليه وهي تبقى مبسوطه لان احنا تلاقينا مع بعض في الهدف اللي احنا عايزينه. بعد طبعا ما اتعمل موضوع حقن الدهون بقى ادتنا يعني طريقه انسب كمان، لما يكون حد نسبه التكبير اللي انا عايزها نسبه بسيطه ما يجيبهاش الدعامه. يعني ما هو بعض الناس كان يعني زمان كان هي قدامي الدعامه السيليكون مثلا لازم هي دي اللي انا احطها، فلو مثلا انا عايز اكبر حاجه خفيفه والدعامه ديت ما فيش المقاس دوت ما انا هبقى مزنوق. لكن دلوقتي مع موضوع حقن الدهون الذاتيه بقت تديني مليابيليتي او حركه او حريه في ان انا اقدر
اوصل للمريضة عايزاه بدون ما اعمل حاجة انا مش عايزها. يعني ما هو هي عايزة تكبر وانا شايف ان التكبير بالدعامات مش هو ده اللي هيديني الحاجة المناسبة، فاقدر ان انا احط دهون ذاتية في المكان اللي يديها اللي هي عايزاه، وفي نفس الوقت انا بقى مبسوط ان انا عملت الحاجة ديت مش ما زودتش زيادة عن اللزوم، يعني يبقى في الرينج الطبيعي اللي هو المناسب. التصغير عادة نادر لما حد بيجي عايز تصغير أو تهدل يرفع الثدي يكون شكوته مش مظبوطة، عادة بتبقى مظبوطة، لأن هو الموضوع دوت هو البنات بيبقوا أو الستات عموما بيبقوا عايزين إلى نسبة كبيرة بيبقوا عايزين صدرهم يبقى كويس حجمه كويس، فلما هي تيجي وتطلب إنها تصغر فهي فعليا بيبقى معاها حق. نفس الكلام التهدل، والتهدل ده أسهل حاجة في الموضوع لأنها بالمقاسات، وزي ما قلت قبل كده الحلمة والهالة لازم يكونوا فوق الحز بتاع الثدي من تحت. لو هي هبطوا عن الحز ده يبقى فعلا لازم نعمل شد، وطبعا الشد أسهلهم، الشد ده أسهل حاجة في الاتنين، والتكبير برضو بالطرق الجديدة برضو أو يعني هو بالخبرة كله بإذن الله بيبقى سهل. يعني طبعا يا دكتور العمليات دي النتيجة بتاعتها بتبقى لحظية، يعني بشوف الفرق أول ما بخرج من أطن عمليات، لكن عايز أعرف بقى قد إيه فترة النقاهة، قد إيه بعد، قد إيه هخرج من المستشفى، مش أحس بألم بعد قد إيه، إمتى أحس خلاص إني أعيش حياة طبيعية وكأني ما عملتش حاجة؟ عادة في معظم العمليات المريض بيدخل العملية المستشفى الصبح ويخرج بعد ما يفوق بساعتين ثلاثة. ده بالطرق الجديدة اللي هي بقت الجراح عارف هو بيعمل ايه، فما بيطولش في أوضة العمليات. يعني انا فاكر كويس قوي وانا لسه جراح صغير كان ممكن عملية الثدي دي تاخد 5 ساعات، عمر اللي هي تصغير الثدي عمرها دلوقتي ما بتاخد اكتر من ساعة ونص ساعتين. فهي برضو الـ مع كل الشغل، يعني كل الشغل يتعمل ساعة ونص ساعتين يكون كل حاجة خلصان. ده في التصغير. التكبير ممكن الموضوع يخلص في ساعة إلا ربع ولا حاجة. فالعيانة ما بيبقاش فيه حاجة تخليه تستدعي إن هو يفضل في المستشفى، فعادة بيخرج بعد ما يفوق من البنج بساعتين ثلاثة ويتابع بعد كده في العيادة. في عمليات التصغير ممكن يبقى في حاجة اسمها درنقة، درنقة دي زي خرطوم كده بيطلع لو في دم زيادة بدل ما يتجمع تحت الجلد أو ورا الثدي يخرج في علبة كده. برضو العيان كان زمان معرفش ليه الناس كانت بتخاف من العلبة ديت وتبقى عايزة تفضل في المستشفى لغاية ما تشيلها، لا الكلام ده مالوش يعني ممكن يروح بيه عادي بتروح بيه مشاكل. بتروح بيها تحطها جوه هدومها كده وتروح بيها وتيجي بعد كده في العيادة بعدها بثلاث أربع أيام كده نكون مطمئنين ممكن تتحرك بيها عادي يا دكتور حتى جوه البيت. يعني العمليات دي في الوضع في الوقت الحالي بقت الموضوع بقى سهل من كتر ما الناس خدت فيه خبره، الجراحين خدوا فيه خبره، بقى الموضوع سهل وبقى بيتعمل ما بيحتاجش القعده في المستشفى. يعني معظم عمليات التجميل دلوقتي نقدر نقول دي كير، او لو العيانه هتبات ليله تاني يوم تروح. ما فيش بقى ان هو 3 4 ايام واسبوع والكلام ده، لا الكلام ده الدنيا اختلفت، وده من الناحيه الاقتصاديه حلو قوي لان ما بقاش فيه داعي لصرف مصاريف كبيره في الاقامه في المستشفى والكلام دوت كلها. يعني ده ان شاء الله يا دكتور كل الناس تبقى جميله، وطبعا وجودكم معانا بيزيدنا جمال على جمال. الله يخليك، ميرسي جدا لوجود حضرتك معانا النهارده، وان شاء الله تنورنا تاني في حلقات تانية نتكلم فيها عن ازاي نزود نسب الجمال في المرأة ان شاء الله. وبرضو عايزين نبقى نعمل حلقه على التثدي في الرجال لانها برضو طلب عليه اقبال جامد كبيره جدا كمان دلوقتي. ان يعني شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا خدت فقرتنا، هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل باقي حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل باقي حلقتنا مع بعض النهارده، بس عايزه افكركم الاول ان انتم ممكن تشاركوا معانا في حلقتنا النهارده عن طريق الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك، ابعتوا لنا اي اسئله واي استفسارات موجوده معانا على الشاشه. حضراتكم ممكن تشوفوا معانا السايت بتاعنا على الفيسبوك موجود دلوقتي على الشاشه، ابعتوا لنا اسئلتكم واستفساراتكم وهنرد عليها على طول. اسمحوا لي الاول بقى كمان نكمل حلقتنا النهارده، هنتكلم فيها عن حاجه اتكلمنا عنها قبل كده وهي الام العمود الفقري. ألم العمود الفقري بتصيب كتير قوي من الناس دلوقتي، سن كبير سن صغير،
ما بقتش تفرق بين حد. اتكلمنا في حلقة قبل كده عن الألام دي وعن طرق علاجها بدون تدخل جراحي، هنكمل كلام عنها النهاردة وخصوصا عن الانزلاق الغضروفي. بس اسمحوا لي الأول أرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، دكتور أحمد عصام، أستاذ مساعد علاج آلام العمود الفقري بدون جراحة بكلية الطب. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيماء وبالسادة المشاهدين لقناة المحور. نورتنا. أنا مكتوبين، ميرسي قوي، مرحبا. دكتور في البداية عايزين، اتكلمنا قبل كده عن آلام العمود الفقري وإزاي بنقدر نعالجها بدون تدخل جراحي. عايزين نتكلم اكتر عن الموضوع ده النهارده وخصوصا عن الانزلاق الغضروفي، عايزين نعرفه الاول. كلام حضرتك سليم. الحلقه اللي فاتت كانت مجرد بنتكلم ان جنرال، النهارده الموضوع اللي حضرتكم مختارينه جميل قوي، الانزلاق الغضروفي، لانه بنسميه زي مرض العصر، موجود دلوقتي معظم المرضى، مفيش بيت او اتنين لازم بيخلو من مريض بيقول انا عندي انزلاق غضروفي. حضرتك نقول هو العمود الفقري بيتكون من مجموعة فقرات، 7 فقرات عنقية، 12 صدرية، 5 قطنية، و5 عجازية متصلين، والعصعص في الاخر. اوكي، الفقرات العنقية، 7 العنقية، وال12 صدرية، وال5 القطنية، ما بين كل فقرة والتانية في عضو مهم جدا محترم اسمه الغضروف. الغضروف دوت نتيجة لأسباب كتيرة، لو حصل انه خرج شوية عن خارج حدود الفقرتين وضغط على العصب، هنا بيبقى اسمه انزلاق غضروفي او ديسك او غضروف او عرق النسا. يعني الناس كل دي مسميات ليه يا دكتور؟ مش اسم واحد ليه؟ بالظبط يا فندم. طيب دكتور، امتى المريض اصلا بيقول لحضرتك بتشخص الحاله على انها انزلاق غضروفي؟ بيحس بايه؟ بيشتكي من ايه؟ اعراضه ايه؟ الفتره اللي ممكن يقعد فيها طويله قوي فحضرتك تحدد على اساسها ان لا الالم ده يبقى انزلاق غضروفي؟ زي ما حضرتك بتقولي، بس احنا هنشوف اول كلاب معانا هيبين الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي عن الانزلاق الغضروفي، ان هو حضرتك نتيجة لأسباب كتيرة قوي بتحصل، المريض بيكون سبب اساسي فيها او مشارك فيها. زي ما احنا بنقول دايما في اسباب اساسية، اللي هو انه المريض يكون طريقة شغله بيشيل حاجات تقيلة قوي، او بيقف فترات طويلة، او بيمشي فترات طويلة، دي اسباب مباشره لحدوث الانزلاق الغضروفي. لكن في اسباب مساعده مهمه قوي زي السمنه الزائده، وعشان كده هي منتشره قوي لعلم حضرتك في الفيميلز اللي هم لا بيكونوا السمنه كمان دلوقتي بقت مرض العصر. بالظبط بالظبط حضرتك، وهي عامل مهم قوي قوي قوي. التدخين له برضو دور غير مباشر في ان هو يساعد لي على حدوث الانزلاق الغضروفي. الخبطات، الوقعات، دي كلها عوامل. اللبس زي ما حضرتك قلتي، الكعب العالي، لبس الكعب العالي عامل مهم قوي 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 للسيدات او الانسات. فده اللي بيخلي برضو الحاجات دي كلها، انه مش لازم يكون في سن متقدمه زي زمان كنا بنسمع ده عنده انزلاق غضروفي، عنده ديسك، يبقى هو فوق ال30، فوق ال40، فوق ال50. لا، الواحد بيشوف دلوقتي كمان تحت ال20 وعنده انزلاق غضروفي. فكره الانزلاق الغضروفي زي ما هنشوف في الفيديو الاولاني بتاعنا، انه الغضروف بيتكون من طبقتين، طبقه داخليه بتبقى جيلاتينيه طريه خالص، وطبقه خارجيه انيولس بتبقى ناشفه. هنشوف دلوقتي في الكلاب انه نتيجه للحاجات الكتيره اللي بنعملها بظروف شغلنا او عملنا، انه الطبقه الداخليه. معنا ده الفيديو بالظبط، ده الفيديو الاولاني بيقول لي معظم برضه هنشوف ايه اكتر اماكن عرض لحدوث الانزلاق. بيقول لك في طبقتين للغضروف اللي ما بين الفقرتين، طبقه خارجيه اللي هي البلو الزرقاء دي الانيولاس، وطبقه داخليه جيلاتينيس اللي هي النيوكليوس بالبوزس، دي حضرتك طبقه داخليه جيلاتينيه. نتيجه لان انا بشيل او بيحصل حضرتك انه الجزء الداخلي الماده الجيلاتينيه البينك بتطلع من خلال الطبقه الانيولس البلو وتقوم ضغطالي على العصب. بتخرج ازاي يا دكتور؟ نتيجه شيل التقيل، نتيجه الحاجات اللي حضرتك حكيتها. بالظبط حضرتك، فاللي بيحصل حضرتك ان انا مع شيل التقيل ومع بحمل على العمود الفقري، فبتتضغط، فبيبقى نتيجتها انه النواه النيوكليوس بتقوم خارجه من خلال الطبقه الخارجيه اللي فيها النشبه وتضغط لي على العظم.
فبالتالي اول ما بيبتدي الضغط على جذور الاعصاب بيبتدي العيان يقول انا تعبان. طبعا اكتر اماكن عرضه لحدوث الانزلاق الغضروفي لو جيناها بالترتيب معظمها بتيجي في الفقرات القطنيه والعجزيه، تمام؟ ليه؟ لان هي اللي شايله الجسم كله. فاكتر اماكن عرضه لحدوث انزلاق الفقره القطنيه الرابعه والخامسه، القطنيه الخامسه والعجزيه الاولى. دي اكتر نسب حدوث انزلاقات، لكن بيتشاف برضو بقيه الفقرات القطنيه الثالثه والرابعه، الثانيه والثالثه. طيب وبرضو في الفقرات العنقيه لو حد بيشيل حاجه على راسه او بيشيل حاجات تقيله فبيبتدي الفقرات العنقيه يحصل لها انزلاق، واكتر فقرات بتحصل لها انزلاق في الفقرات العنقيه الفقره العنقيه الخامسه والسادسه والسادسه والسابعه. نادر قوي لما بيحصل في الفقرات الصدريه، او لو المريض حصل نتيجه خبطه او وقع او حاجه او وقوف فترات، احنا بنتكلم 8 9 ساعات. في بعض المهن زي المهندسين او بيقفوا فترات طويله والقاعدين يا دكتور، يعني في ناس بتقعد كتير قوي شغلها بيبقى على مكاتب قدام كمبيوتر قدام لابتوب او وات ايفر، قعدتهم الكتير دي برضو ممكن تاثر وتعمل لهم انزلاق غضروفي. بالظبط، ما دي هنبتدي هنقولها في طرق العلاج. ان المهم ان انت تقعدي قاعده سليمه حضرتك. انا مهنتي ككمبيوتر انجينير او خلافه، انا لازم اقعد فتره طويله قدام الكمبيوتر او قدام اللابتوب او ايباد او وات ايفر. اقعد ازاي عشان اقلل نسبه حدوث الانزلاق الغضروفي ليا، او لو هو موجود ما يزيدش حجمه معايا فيبتدي احتاج لتداخل. طيب فطبعا حضرتك اكتر الاماكن حدوث الانزلاقات الغضروفيه الفقرات القطنيه ثم العنقيه والصدريه قليله قوي. ازاي يا دكتور بيتم التشخيص؟ بالظبط، المريض بيجي حضرتك تعبان. انا تعبان. طبعا انا بحب اقول للساده المشاهدين، انا نفسي كتير برضو من سادة الدكاترة بيحبوا جدا أول ما المريض ما يجي أتجه أعمل أشعاعات من الأول خالص، لأنه ما بحبش أكتب للمريض روشتة مسكنات شهر شهرين وبعد هذا يبتدي يقول ده أنا لسه تعبان. أقول له طب أعمل أشعة رنين يبقى فيه حاجة كبيرة. لا، من الأول خالص المريض بيجي لي تعبان، التعب بتاعه بيبقى نتيجة الضغط على جذور الأعصاب. فلو هو في الفقرات القطنية المريض بيجي يا إما بألم في الظهر أو زائد ألم في المنطقة اللي بيتغذى بيها جذور الأعصاب المضغوط عليها. فيجي يقول لي أنا عندي ألم موجود في ظهري وموجود في رجلي كلها من الخلف، أمشي 50 أو 100 متر يبتدي فخدي كله من ورا يشد عليا، ما أقدرش أمشي أو أقف أكتر من 5 دقائق 10 دقائق ولازم أقف أو أرتاح أو أقعد. لو هي كمية الضغط على جذور الأعصاب جامدة قوي، لا المريض بيبتدي يقول لي انا بحس بالم وبحس كمان بتنميل او خدلان. ايه يا دكتور، طب ايه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل للمريض في حاله ان هو طنش الالم ده وابتدى ياخد له مسكنات؟ حضرتك عارف احنا يعني ممكن نكبر دماغنا في حاجات كتير قوي وناخد مسكنات عشان نقدر نعدي فتره الالم دي عشان ورانا حاجات تانية ممكن نعملها. طيب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لمريض زي كده؟ لا ده كتير قوي. انا لو انا طنشت، ما هو دوت اللي احنا هنقوله في درجات الانزلاق الغضروفي. الانزلاق الغضروفي له درجات. انا بيبتدي معايا درجه صغيره بلجنج، حاجه مجرد بروز نتوء خفيف ملوش مشكله، او ان هو يكبر شويه يوصل لمرحله بروستيوجن، او لا يبقى كبير قوي وضغط على عصب برولابس، او لا يبقى كبير وضغط على عصب ومرحل لفوق او لتحت كودال مايجريشن او كرينيال مايجريشن. كل ده بيطول فتره العلاج وبيأثر كمان على طريقه التداخل بتعلى معايا، سقف التداخل بتاعي بيعلى معايا. يعني انا لو غضروف صغير قوي مجرد بلش له طريقه علاج غير الكبير قوي اللي ضاغط، غير انه ممكن الطبقه الخارجيه الناشفه الانيولس ممكن تتقطع. يحصل انيولار تير والغضروف جزء من النواه الداخليه يطلع ويضغط لي على القناه العصبيه نفسها وعلى الحبل الشوكي نفسه، ده اتجاه تالت خالص. لا انا لو سبت نفسي لا ممكن يحصل مضاعفات كبيره حقيقي، وممكن المواضيع تبقى قاسيه قوي معايا. وطبعا لو انزلاق غضروفي في الفقرات العنقيه لا المريض بيجي بيحس بصداع من الخلف، بالم واخد الرقبه والكتف والدراعين، وتنميل في اصابع الايد. وطبعا لو
حجم الغضروف كبير لدرجه انه عامل لي ضيق في القناه العصبيه في العنقي. المريض بيجي بمرحله عدم اتزان، يقول لي انا وانا ماشي هحس ان انا هقع على قدام او رجلي بتخني. ده دي في المرحله لو هو انزلاق غضروفي عنقي كبير قوي وفي نفس الوقت ضاغط عامل لي ضيق على القناه العصبيه نفسها، دي بنوصل لمرحله عدم اتزان. في المراحل المتاخره خالص لا، انا ما بقدرش اتحرك وعدم تحكم في البول والبراز. حضرتك بتقول للمريض ايه اول ما تحس بايه؟ ما تسكتش على نفسك. اول ما العيان ما يبتدي يحس بالم في اخر ظهره وفي رجليه من الخلف وقعد ماشي، هنقول للمريض او للمشاهد براحتك خد لك مسكنات خفيفه 4-5 ايام. اوكي ما ارتحتش لازم تروح للدكتور، لكن لو انت جاي في حاجات من غير تفكير روح للدكتور. زي مرحله إيه؟ تنميل او خدلان في الرجلين، مرحله اختلال في التوازن، او انا حاسس ان انا مش متزن هقع على قدام على وشي او رجلي بتخني او 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 مرحله حضرتك ان انا دي مراحل متاخره بس اتشافت لمرضى كانوا عاديين خالص وتاني يوم عدم تحكم في بول وبراز. لا هنا في مشاكل وهنا لازم تروح للدكتور ما تفكرش. لو انت عندك تنميل او خدلان في رجليك وما عندكش السكر، لان مرض السكر من الامراض اللي بعد العشر سنين بتعمل لي التهاب اعصاب طرفيه، فالمريض برضو بيحس بتنميل وخدلان. يعني ممكن يتداخل الاعراض. طبعا بالظبط بالظبط. مش كل مريض عنده تنميل وخدلان في اطرافه يبقى هو عنده انزلاق غضروفي. وعشان كده بناخد اول ما المريض بنعرف انزلاق غضروفي ازاي، بنبتدي الاول ناخد التاريخ المرضي بتاعه ونشوف انت طبيعه عملك ايه، شلت حاجات تقيله، وزنك زياده، حضرتك عندك امراض صحيه تانية زي السكر الضغط خلافه. طيب حضرتك عملت اشعاعات قبل كده بالكشف الاكلينيكي، يعني ان انا ارفع رجلي الستريت ليج رايزنج تيست الاقي مفيش عنده وجع لا في ظهره ولا في رجليه من الخلف او خلافه، وبعدين عندي انزلاق غضروفي شاكك ابتدي اقول له استاذنك تعمل لي اشعتين، اشعه رنين مغناطيسي على الفقرات سواء القطنيه اللي تحت او العنقيه اللي فوق، زائد تعمل لي اشعه عاديه. والاشعه العاديه مهمه جدا مع اشعه الرنين، لانه الاشعه العاديه ممكن يكون الانسان عنده انزلاق غضروفي وما بيبان وعنده انزلاق فقاري، الفقرات برضو متحركه عن بعض وما بيبانش في اشعه الرنين بكفاءه عاليه. فافضل اعمل اشعه عاديه واشعه رنين، وافضل اعمل برضو رسم عصب عشان اطمن على الاعصاب اللي ماشيه جوه. طب دكتور ايه هو العلاج الجراحي بقى التقليدي؟ تمام. لسه بقى مش هنتكلم دلوقتي عن التدخل الغير جراحي. بالظبط يا فندم. احنا حضرتك لما المريض بيجيني انا ببتدي الاول وخلاص وصلنا لتشخيص انزلاق غضروفي، بنبتدي نقول في عندنا علاج تحفظي في الاول وعلاج تداخلي. العلاج التحفظي بيشمل حاجتين، علاج دوائي. والعلاج الدوائي يمكن السادة المشاهدين اللي بياخدوا أدوية عارفين الكلام ده، إن هو ملخص بثلاث أربع أصناف. مسكنات باختلاف أنواعها، فيتامين بي عشان يقوي للأعصاب باختلاف أنواعه سواء رأس أو حقن أو خلافه، وبالإضافة لحاجة بصة للعضلات وأي كريم أو جيل أو سبراي. أو علاج تحفظي، علاج طبيعي. لكن العلاج التداخلي اللي هو علاج جذري حاجة من حاجتين، زي ما حضرتك قلتي سابقا كان العلاج الجراحي. ويمكن الكليب اللي معانا هنشوفه دلوقتي بيبين لنا ازاي كانت طريقه التداخل الجراحي سابقا، ان انت نوع التخدير زي ما احنا شايفين بالظبط، نوع التخدير بيبقى تخدير كلي. رقم 2 بنفتح الجلد والعضلات، فبالتالي ده جراحيا يا دكتور. جراحيا بتشيلي بتفتحي العضلات، فده بيضعف العمود الفقري على المدى البعيد، بتستأصلي اللامنة فبالتالي اللي هي جزء من العظمة بتاعة الفقرة عشان تقدري توصلي للغضروف، فتستأصلي الجزء اللي ضاغط على العصب فالمريض يرتاح. كل خطوة من الخطوات دي لو احنا شفناها حضرتك زي ما هو بنتكلم بيفرق عن التداخل اللاجراحي. تخدير كلي، بنفتح الظهر، بنفتح العضلات، بنكسر جزء في عظمة الفقرة اللي هي اللامنة عشان تقدري توصلي. ودي بتأثر بعدين يا دكتور على المريض؟
بالظبط بيأثر كتير قوي. ويمكن لما احنا هندخل دلوقتي في التداخلات اللاجراحية او ازاي نقدر نعالج الانزلاق الغضروفي تماما بدون جراحة ونستأصله تماما، كل خطوة من الخطوات دي هتفرق معانا. احنا معانا فيديو في الكومباريزون بالظبط. التداخلات بقى اللاجراحية بيعتمد على حجم الغضروف بتاعي قد ايه. يعني غضروف صغير خالص، المريض خد علاج دوائي وعلاج طبيعي وما تحسنش، حاجة من حاجتين. حاجة كانت زمان بتتعمل حقن جذور الأعصاب، ده في الكليب التاني اللي هنشوفه دلوقتي. حقن جذور الأعصاب باستعمال الأشعة التداخلية، بتدخلي بإبرة على جذور الأعصاب وتحقني مواد تقللي الألم، بدخل على الجزء المصاب على طول. بالظبط، وده هيبان في الفيديو دوت إن أنت بتاخديه الموضعي، بتدخلي بإبرة على جذور الأعصاب وتحقني مواد، من اهمها باي ذا واي بيكون الكورتيزون. وعشان كده انا ما بحبش اعمل حقن جذور اعصاب، لانه هي من ضمن طرق العلاج اوكي، بس هي بتبقى فتره مؤقته قوي حركة يا شيماء. يعني بتديني تايم اسابيع، مش هقول لك شهور، اسابيع اوكي. مجرد ان انت تحقني المواد اللي تقليل الالم، كذا ماده، مخدر موضعي ماركين، على كورتيكوسترويد كورتيزون، على هياليز، حاجه تقلل لي الالتصاقات، دي كلها بتقلل لي الالم. بس مشكلتها انها بتقعد فتره بسيطه معانا والعيان بيرجع يقول انا تعبان. فبالتالي كان في تداخل جميل قوي اسمه التردد الحراري، وده في الكليب اللي جاي هنشوفه. التردد الحراري او الموجات التردديه او البالسد راديو فريكونسي، ميزتها انها مفيده في الغضروف الصغير فقط، مجرد ديسك بالش بالظبط، بتخدير موضعي. برضو مجرد تخدير موضعي، بندخل باستعمال الاشعه التداخليه على جذور الاعصاب اللي فيها الم او ضغط من الغضروف اللي انزلق اوكي، وبندخل باجهزه في حجم الابر، بنوصلها باجهزه اسمها اجهزه تردد حراري او موجات تردديه او راديو فريكونسي. التردد الحراري بيديني موجات كهرومغناطيسيه بتعمل لي ثلاث حاجات. صغر لي حجم الغضروف 10-20%، بتقلل لي الضغط والالتهاب والإديمة الارتشاح على العصب، وفي نفس الوقت تعمل لي نيورو موديوليشن او تغيير لمسارات الالم. النتيجه النهائيه المريض الالم بتاعه بينتهي وبيختفي تماما وما يرجعش تاني، وما بيرجعش تاني طالما انا ماشي بعادات سليمه. بالظبط حضرتك اوكي. بس التردد الحراري برضو، وبعيد الجزئية دي، الراديو فريكونسي مفيد في حالات الانزلاق الغضروفي البسيطة. لكن لو غضروف متوسط أو كبير وفي ضغط على العصب، التردد الحراري ولا هيعمل لي أي حاجة. بتلجأ حضرتك لإيه ساعتها في الحالة؟ ساعتها بندخل جوه الغضروف نفسه، الشغل مش على العصب، لا بندخل جوه الديسك ونفتت النواه ونخرجها. في طرق كتير قوي هنستعرضها لاستئصال الغضروف بدون جراحه، هنبتديها بالكليب الجاي. بماشين اسمها البيركوتينيوس ديسك دي كومبريشن اوكي، هنشوفها يمكن في الكليب الجاي. ان انت عن طريق تخدير موضعي بالظبط يا فندم، هي دي بيبتدي لك القصه، بيقول لك يعني ايه انزلاق غضروفي اصلا. ان انا النواه اللي هي الصفراء النيوكليوس بتضغط من خلال الغلاف الخارجي الانيولس اللبني على عصب، فيبتدي يحصل الم. فالعيان يجي له انزلاق غضروفي باستعمال تخدير موضعي اوكي. بندخل بابره وانا شايف كل حاجه بالاشعه التداخليه، وعن طريق الجهاز دوت البيركوتينيوس ديسك دي كومبريسور او اكستراكتوم، برضو جهاز تاني بيفتت لي النواه الداخليه النيوكليوس، والفتات بتاعها بيتم امتصاصه من جانب الابره. طبعا الاجهزه دي حضرتك بتبقى اجهزه ديسبوزابل، استعمال مره واحده لكل مريض. ما ينفعش حضرتك انا اخدها، دي عامله بالظبط زي السرنجات او الحقن، ما ينفعش اخدها واديها المريض تاني اوكي. بطريقه زي دي، وهنشوف نكمل بقيه الطرق، كل الطرق اللي احنا بنتكلم فيها لو قارناها بالجراحه بتفرق في اربع حاجات. اول حاجه نوعيه التخدير حضرتك، تخدير كلي في الجراحه، تخدير موضعي. تاني حاجه ان انا مفيش فتح للعضلات ولا تكسير في عظام الفقره، فدوت حضرتك له فايدتين. الفايده الاولى
انه بيديني ثبات في العمود الفقري على المدى البعيد. والفايده الثانيه ودي مهمه قوي، ان هو بيخلي لي حضرتك الفقره ما حصلش فيها التهابات او زحزحه، عشان لما صاص الجزء من عظام الفقره اللامنه من ورا هيخلي الفقرات ضعيفه فتبتدي تتحرك عن بعض. الميزه الثالثه، انا ما بقعدش في المستشفى 3 4 ايام زي الجراحه، لا بنقعد ساعتين لثلاث ساعات وبحس بالنتيجه بعد اجراء العمليه على طول في يوميها، بس افضل نتيجه بتبقى بعد الاسبوع الثالث او الرابع، لكن في يوميها على الاقل. دايما معظم المرضى بيحسوا بحاجه مهمه قوي حضرتك، يقول لك التنميل والخدلان واحساس ان انا رجلي كاني واخد فيها تخدير، دي فكت، دي اهم دي بيحسوا بيها في الغالب من خلال اول اسبوع، مهم قوي. والتحسن بيبقى تدريجي في خلال 3 4 اسابيع. وبرضو حضرتك حاجة مهمة، ان انا اقدر ارجع لحياتي العملية في اقرب فرصة ممكنة. يمكن في التداخل الجراحي انا بطول شوية، لا في التداخل لا جراحي احنا بنتكلم في 10 ايام اسبوعين اقدر انزل شغلي واعيش حياتي العادية في منتهى. كل المزايا دي خلت الأولوية على مستوى العالم كله للتداخلات اللاجراحية، بيسموها المينيمال انفيزيف او تداخل محدود. طب دكتور، هل التشخيص في أخطاء شائعة ممكن تحصل أشخص المرض غلط وبالتالي أثر على المريض أو أثر في فترة علاجه أو يعمل لي مشكلة أكبر غير المشكلة اللي موجودة عنده؟ بصي حضرتك، أنا شفت أحد المريضات عندها 21 سنة، والأنسة دي كانت داخلة العيادة وهي تانية ظهرها خالص وبتعرج. تعبانة من إمتى كده يا ستو؟ بقيلك 3 4 سنين. ورحت لكل الدكاتره، واحد دكتور الطبيبات علاج طبيعي قالوا لها دي حاله نفسيه، انت عندك مشكله نفسيه. بكشف عليها البنت دي عندها ديسك كبير. قلت لها انت تنزلي تعملي اشعه، ما حد سالتها الاول انت حد طلب من حضرتك تعملي اشعه رنين؟ قالت لي ولا مره. قلت لها انت كلينيكال سبوت دايجنوزيس كده، يعني تشخيص من غير ما حد ما يقول عندك ديسك كبير ومشكله. دي فعلا عملت اشعه رنين، كان ديسك جبار حقيقه، وعملته والحمد لله الامور معاه كويسه. بس دي فعلا حقيقي بيحصل، انه الطبيب خايف انه العيان يكبر له الموضوع فيديله مسكنات يمشيه على علاج طبيعي فتره طويله، ونبعد عن طرق التشخيص. الكلينيكال سينس مهم، بس انا في ايدي دلوقتي ادوات كويسه قوي زي طرق الاشعات الكتيره اللي موجوده طرق دلوقتي. طرق الوقايه بقى يا دكتور؟ في طرق وقايه كتيره قوي ببتديها، ان انا حضرتك ابعد عن شيل التقيل، الوزن الزياده، لبس الكعب العالي، السمنه المفرطه، كل دي، ما اقفش ولا امشي فترات طويله، الاقعاد زي ما حضرتك قلتي، المهن اللي بتلتزم ان انا اقعد فتره طويله، يا ريت اقعد واخلي ظهري دايما للكرسي ورا، وما اقعدش فترات طويله ماكزيمم ساعه لربع ساعه، اقوم اشرب حاجه، اغير البوزيشن بتاعي او وضعي وارجع تاني اكمل اقعاد، كل دي حاجات مهمه قوي. وبرده نطمن المرضى انه حتى بالتداخل اللاجراحي نتائجه مبهره، وفي طرق اقوى بكتير من الطرق اللي احنا هنتكلم بقى يا دكتور عن الطرق دي، وفي موضوع فعلا كبير جدا محتاج حلقات كتير اكتر من الحلقه اللي احنا خلصت مننا النهارده. ان شاء الله. شاكرين جدا لوجود حضرتك معانا، وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية نتكلم فيها اكتر عن العمود الفقري ونذاكر الغضروفي واكتر واكتر، ونكمل بالظبط نكمل باقي الطرق. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى طبعا تكونوا استفدتوا اكتر ما احنا استفدنا. هستنى كل اسئلتكم واستفساراتكم على الفيسبوك، على الفان بيج الموجوده دلوقتي على الشاشه واللي شفناها في اول الحلقه. هستناكم، اي حد عنده استفسار، عنده اسئله لاي تخصص من التخصصات الطبيه اللي بتبقى موجوده معانا في البرنامج، اتفضلوا ابعتوها لنا على الفيسبوك وهنرد عليها كلها ان شاء الله. اشوفكم في حلقه تانية في افضل صحه واحسن حال، والسلام عليكم.